بس أنا رغم عليها جرم سامح وحاول يفوهها بالبفريوم، والغريب دي أول مرة قلبه يحس بحد. سامح فوقي وبرضه هي لسه مغمى عليها. لا بقى، أنا كده ابتديت أقلق لما اتصل بعمر. أيوة يا عمر، تعال بسرعة الفيلا، اوعى تتأخر، بسرعة تكون موجود هنا. هو ايه ده، وانا خايف عليها كده ليه؟ ما تتعب ولا تروح في داهية، انا ممكن اخلص كل حاجة قبل ما تفوق، احسن ما تفوق وتعذبني. قرب منها ولقى دموعها بتنزل على خدها. فجأة حس ان هو مش لازم يعمل كده، وان سما مش زي اي واحدة من اللي كان عارفهم قبل كده. مسح دموعها وغطاها وقعد على السرير وهو بيبص عليها لحد ما جه عمر. عمر ده صاحب سامح من المدرسة، بس هو دخل طب وسامح سياسة واقتصاد، وبعد شوية وصل عمر. ايه يا عمر، اتأخرت كده ليه؟ في ايه يا ابني، انا سبت المستشفى، في ايه ودي من دي؟ اكشف بس عليها الاول وبطل اسئلة. كشف عمر على سما وادها حقنة، وهي اول ما فاقت شدت عليها الغطا وفضلت تبكي. ابعد يا حيوان ابعد وانا مش طايقاه، وفضلت تعيط وتصرخ. مين ده اللي حيوان يا بنت انتي؟ سامح ارجوك اطلع بره. انت مصدق ده تمثيل؟ انا عارف الاشكال دي كويس، من فضلك يا سامح اخرج بره. خرج سامح وهو متنرفز جدا ومش طايق نفسه. سامح وهو واقف قدام الاوضه، انا نفسي اعرف هي الست هانم دي روضاني ليه؟ انا وحش؟ انا حيوان؟ لا يا سامح، كل الناس شايفاك قاسي ومتوحش، بس يمكن هي دي الوحيدة اللي قالت لك في وشك من غير ما تداري. بس انا ليه مطول بالي عليها؟ انا لازم ازلها واكسرها. خرج عمر من الاوضة. ايه هي مالها؟ سكت عمر. ايه اخلص هتعمل هي قالت لك البنت منهارة وحالتها صعبة قوي يا سامح، دي غير كل البنات اللي تعرفهم، حاول تتعامل معاها بطريقة أدمية لو عاوزها فعلا، لكن بطريقتك دي هتبعد عنك وهتكرهها. أنا مش عارف، دي أول واحدة ما يفرقش معاها الفلوس ولا حتى عايزاني أقرب منها، علشان هي نوع تاني ما تعرفوش. انت عايز تقول إن في بنت شريفة مش خاينة؟ كلهم خاينين. لا ده انت دماغك ناشفة، انت حر بقى، أنا ماشي، بس اوعى تقرب منها. سلام. استغرب سامح من كلام عمر، هو في فعلا بنت بريئة مش خاينة؟ بس كل واحدة عارفها سواء كانت متجوزة او غير متجوزة مش نظيفة، بتعمل اي حاجة مقابل الفلوس. ودخل عند سما. انت جاي ليه؟ امشي اطلع برا. هاني انت بكحة بشكل، دي قطي وكمان بتطرديني منها. انا ما اعرفش، عموما سايبها لك. لا خليك، انت تعبانة، انا كنت بجاي عشان اخد هدومي ورايح الاوضة التانية، وبكرة الصبح بينقلي حاجتك في اوضة تانية. وقال لنفسه يا ترى انا اتجوزتها ليه؟ علشان ازلها ولا هي اللي بتزلني؟ ايه الاحساس ده، انا عمر ما تمنيت واحدة زي ما تمنيتك، فيكي ايه زيادة؟ ودخل علشان ينام. وتاني يوم موبايل سامح رن. ايوه يا سماح. صباح الخير، حضرتك نسيت الاجتماع؟ هي الساعة كام؟ الساعة 10. هو حضرتك تعبان؟ يعني ما نمتش كويس، انا هلبس وجاي، واجلي اي مواعيد تانية. سلام. وهو خارج قال لعم امين، انا خارج يا عم امين، ولما سما تصحى خليهم ينقلوا على الاوضة اللي جنبي. ليه يا ابني؟ ما اوضتك كبيرة. هي هتروح الاوضة اللي جنبي يا عم امين. ينفع كده يا ابني ان كل واحد فيكم ينام في اوضة؟ امال متجوزين ليه؟ اعمل اللي بقولك عليه من غير ما تتدخل في حاجة. حاضر يا ابني، ما تنساش تفطرها وتشوفها هتاكل ايه على الغدا. من عينيا يا ابني. كان امين مبسوط جدا، وان قلبه كان حاسس من اول ما شاف سما ان الفرج هيكون على ايديها. يا رب يسعدك يا سامح يا ابني. وقبل ما يخرج سامح خبط على اوضة سما. نعم. خير على الصبح، حاسبي على نفسك شوية يا عروسة. اوف ما تقوليش الكلمة دي تاني، العروسة ده بعدك. ماشي، بس بقى الشويتين اللي عملتهم امبارح مش هيخلوا عليا تاني، حضري نفسك النهاردة، واللي ما خلصش امبارح هيحصل النهاردة. سلام. قالت سما لنفسها يا ربي اعمل ايه، امبارح اغمى عليا وقدرت انفد منه، طب هعمل ايه النهاردة؟ انا كل ما بشوفه بترعب، يا رب ساعدني. الباب خبط. ايوه ادخل. عم صالح، اتفضل الفطار يا بنتي.
عمي صالح، هو انت تعرف سامح ده من زمان؟ ايوه يا بنتي، ده انا اللي مربيه. وعلى فكرة سامح ده من احسن الناس واحن الناس، بس قربي منه انت شوية وهتعرفيه على حقيقته. حنين ده، دي بني ادم قلبه حجر، ما بيهموش مشاعر حد، شخصية انانية ما بحبش غير نفسه. حاولي بس انت يا بنتي، والايام هتثبت لي كلامي، وتعالي معايا علشان اوريك اوضتك. وفي الاجتماع سامح كان سرحان في سما. ايه رأيك يا سامح بيه؟ نعم، انت بتقول حاجة؟ واضح ان حضرتك مش معانا. تحب نعيد من الاول؟ لا لا لا، نأجل الاجتماع، اصل تعبان شوية. خرجوا ودخل السماح. مالك يا سامح بيه؟ وقربت منه وحاولت تحضنه، لكن هو كان بارد. لا لا، انا مصدع شوية. طب واللي يضيع لك الصداع؟ كان حاسس ان نفسه ان سما هي اللي تعمل كده، وما كانش مركز مع سماح، كل عقله مع سما. روح يلا على مكتبك، مش فايق لك. ماشي، انا على مكتبي، لو احتجتني انا بره. اتنهد سامح. معقول ممكن سما تلين وتكون زي سماح كده وتقرب مني من غير ما تكون خايفة؟ اوف، ما تروح بقى في داهية، انا شاغل نفسي بيها ليه؟ وفي فيلا سامح. يا ربي هعمل ايه، زمانه جاي. اتصلت سما بفهد. الو، ايوه يا فهد، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا يا هانم، انت تأمري. ممكن تجيب لي منوم من الصيدلية؟ ليه، سلامتك، انت كنت كويسة. لا ده مش ليا، ده لسامح. طبعا هجيب لك، 10 دقايق وهكون عندي. وتحت في الفيلا اتصل بيها فهد. الو يا سما هانم، انا حطيت لك المنوم في الفازة اللي جنب اوضتك، اطلعي خديها. متشكرة اوي يا فهد، مش عارفة اقول لك ايه. لا طبعا، انت تأمر يا سما هانم. سامح وصل الفيلا ودخل اوضته واطمن لما سما اتنقلت الاوضه تانية. يا ترى ليه؟ علشان سامح ما بيحبش ينام في اوضه تانية غير اوضته، ولا في ايه بالظبط؟ وليه سما اتنقلت الاوضه اللي جنبه؟ ده علشان فيها باب سري بيدخل على اوضه سما. مش بس كده، ده الباب ده كمان يقدر يشوف منه كل حاجه في اوضه سما، وهو عبارة عن مراية في أوضة سامح، وبتقابله مراية كبيرة في أوضة سما. سامح فتح المراية علشان يشوف سما، لقاها قاعدة وقلقانة وشكلها خايف. ابتسم سامح. خليكي كده على طول، من اللي هعمله فيكي. خبط بطريقة وحشية على أوضة سما. افتحي يا سما. طيب طيب، ايه قلة الذوق دي في حد يخبط كده؟ وبعدين بقى في لسانك اللي أطول منك ده. اخلص، عايز ايه؟ قرب منها وهي بترجع لورا. بصي بقى يا هاني، ده بيتي، ادخل اي مكان يعجبني، وانت مراتي، ومش لازم يكون في سبب علشان اجيلك. عايزة اقعد معاكي في حاجة؟ انت ايه، ما بتزهقش؟ وشدها وقربها منه وقال لها بصوت واطي. على فكرة انت بتحبي وجودي جنبك. سما حست ان قلبها بيدق جامد. اوعى سيبني، انا بكره ان اكون قريبة منك. ضمها سامح اكتر. طب عيني في عينك كده، زقته سما. ابعد عني. اتضايق سامح جدا، بس حاول ان هو يكون هادي ويعمل بنصيحة عمر. اجهزي يلا علشان نتغدى سوا. لا انا مش عايزة اكل، مش جعانة. شوفي بقى، لو ما كلتيش معايا مش هتاكلي بقى اليوم، اصل نويت انك ما تكليش غير معايا. ايه بقى رأيك؟ ايه ده، هو تهديد؟ افهمي زي ما تفهمي، اجهزي وتعالي ورايا. ما تتأخريش يا مرات الحلوة. وخرج وهو بيضحك وجري بسرعة على أوضته علشان يشوف رد فعل سما من المراية، ولقاها متغاظة وبتكلم نفسها. انت واحد مغرور ومتكبر، يا رب تموت يا سامح، انا بكرهك ومش طايقاك. بس في حاجة غريبة، هو ليه لما قرب مني قلبي دق بسرعة؟ معقول هكون بحبه؟ لا طبعا مستحيل، قلبي يدق لسامح، ده اكتر واحد انا بكرهه في حياتي. وهو ميت على نفسه من الضحك. وعلى السفرة. ايه يا حياتي، الاكل عجبك؟ حلو، انا شبعت. وراحت قايمة، شدها وقعدها. اقعدي. نعم، بقول لك انا شبعت. بقول لك اقعدي. وتاني مرة لما تقعدي مع جوزك حبيبك وتاكلي معاه، ما تقوميش غير لما يخلص اكل، وبعدين قومي وراه، فاهمه؟ انا نفسي اعرف انت ايه، انا مش بطيئك. تعرف انك سددت نفسي وانا باكل معاك،
وبعدين حبيبي مين ده؟ ده انت اكتر واحد انا بكرهه، ارحمني بقى. وانا كمان يا روحي، لا بطيئك ولا عاوزك، بس اعمل ايه؟ دافع فيك 1,000,000 جنيه، ينفع اسيبك كده لله في لله؟ ولا اكون دفعت المبلغ ده محبة في ابوكي؟ قومي يلا واعملي حسابك، ميعادنا النهارده. سما وهي ماشية ناحية اوضتها، ايه البرود ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ بس ماشي ولو ان المنوم خسارة فيك. وبالليل سامح بيدق باب اوضة سما، افتحي يا سما. نعم. انت بتقفلي الباب المفتاح ليه؟ اعملي حسابك مفيش اوضة بتتقفل هنا في الفيلا، ولا هشيل المفتاح ده خالص. اوف صبرني يا رب. ايه مراتي حبيبتي جاهزة؟ سما وابتسامة صفرة، طبعا جاهزة، بس ايه رأيك في اوضتك احسن للدرجة دي؟ اه تصدق، روح بقى وانا جاية وراك. اوكي مستنيك يا قطتي. دخلت وجابت المنوم وراحت على أوضة سامح. سامح هو بيقرب منها، اصبر بس يا حبيبي، مش نشرب حاجة الاول؟ ماشي يا جميل، تحب تشرب ايه؟ وراح عند البار. لا لا لا، انا مش بشرب الحاجات دي، انا عايز اشرب عصير. ماشي لما اشوف اخرتها ايه معاكي، بس لو ممكن تقوم تقفل البلكونة، اصلي بردانة شوية. واخر طلباتك دي ايه؟ راحت حاطه بسرعة حباية المنوم في كاس سامح. سامح وهو بيشرب وبيقرب منها، لا لا نتكلم شوية. وقعدت ترغي وهو بدأ ينام. وسما لما اتأكدت ان هو نام، احسن تنام ما تقوم علشان ارتاح منك. وراحت قاعدة جنبه وهو نايم وتدقق في ملامحه، تعرف ان انت وسيم قوي وكل بنت تتمنى انها تتجوزك، تعرف لو ما كنتش بالقسوة دي كان ممكن احبك. يلا بقى تصبح على خير، ولو انك ما تستاهلش يا جوزي يا حبيبي. وراحت سما اوضتها وفضلت تفكر في سامح، وقالت لنفسها، رغم كل عيوبك بس ممكن احبك، لكن انت حيوان مش بتفكر غير في حاجة واحدة بس، ومجرد ما تقضي معايا يومين هتطلقني. وفضلت تبكي لحد ما نامت. ولحد هنا تخلص حلقتنا، بس حكايتنا لسه مخلصتش. يا ترى سما هتعمل ايه تاني علشان تنقذ نفسها من سامح؟ ويا ترى هتحن له؟ ويا ترى سامح هيكون رد فعله ايه لما يعرف ان سما بتتهرب منه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ما تنسوش بقى دعمكم ليا بالاشتراك في القناة ولايك يا احلى متابعين، بحبكم جدا.